يقال أن سبب نزول قصة صاحب الجنتين هو لترهيب قريش من عاقبة الكفر والتكبر. وملخص هذه القصة الرائعة أنه كان هنالك رجلان أنعم الله على كل منهما بمال وأراض وأشجار. وبعض المصادر تقول أنهما كانا أخوان وكان لهما ولد غني وورثه حين مات. وبعض المصادر تقول أنهما كانا جاران أو أصحاب، وكان لكل منهما طبع. فالأول كان متكبرا جاحدا عابدا للمال والجاه، أما الآخر فقد كان طيبا متواضعا يحب الناس ويساعدهم. ومرت السنين وقام الرجل الطيب بصرف معظم أمواله على الفقراء والطاعة، حتى لم يبقى عنده من المال شيء الكثير، فكلما مر عليه محتاج كان يعطيه من ماله. أما صاحبه فقد قام بجمع المال وكنزه، وقام بشراء مزرعتان كبيرتان وزرعهما بأجمل الأشجار حتى أصبحتا من أجمل ما قد تراه العين، فامتلأتا بالثمار والأشجار والفاكهة. كما قدر الله أن ينفجر نهر ويمر منهما مما زاد من روعتهما وجمالهما. قال تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ولكن لجهل هذا الرجل وتكبره وشدة غبائه خدع بهاتين المزرعتان، وظن أنه قد حصل عليهما بتعبه وذكائه فقط، ونكر فضل الله عليه. ولكن الله يمهل ولا يهمل. بينما ازداد إيمان الرجل الآخر وحبه لله ويقينه به. وفي أحد الأيام كان هذان الرجلان يتحدثان، فأحضر الرجل الجاحد صديقه المؤمن ليريه جمال أرضه ويتكبر عليه كعادته بأملاكه وأمواله، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم دخل إلى أرضه، فما كان من صاحبها إلا أن أخذه الحال والكبر، وقال وهو يضحك: لا أعتقد أن أرضي هذه ستفنى وتبور على الإطلاق، وأنا لا أؤمن بيوم القيامة ولا بالجنة ولا النار، وإن كانت هنالك جنة فأنا متأكد أن ربي سيدخلني إياها ويعطيني من المال والثمار ما هو أكثر من هذه الأرض. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وهذا حال الكثير من الناس اليوم، فهم يظنون أن الله تعالى إن رزقهم في الدنيا فمعنى ذلك أنه يحبهم وأن لهم مكانة عالية عنده، مع أنهم قد يكونون لا يقربون الصلاة ولا يؤمنون بالله حق الإيمان. وما إن سمع صاحبه هذا الكلام حتى وبخه وغضب منه، فقال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فكيف تكفر بمن خلقك ورزقك وأنعم عليك بالمال والأولاد؟ أم أنك ظننت أنك بغنى عن الله وتوفيقه؟ ثم أكمل قائلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أي يا صاحبي، اشكر الله على ما أنعم عليك، وإن كنت تغيظني بما أنعم الله عليك فإن الله قادر على رزقي وإعطائي خيرا مما أعطاك من الأموال والثمار، ولعل الله سيرسل على أرضك عاصفة وكارثة فيحولها لأرض قاحلة عقابا على كفرك به. وفي مساء ذلك اليوم حدثت المفاجأة، فما كان من الله تعالى إلا أن أرسل عقابه وعذابه على ذلك الكافر المتكبر بعد أن رآه يتمادى بالكفر والعصيان كلما زاد له في رزقه وأمواله. فأرسل على مزارعه صاعقة من السماء وأعصارا مدمرا، دمر أرضه فاقتلع أشجارها وخرب ثمارها وجف ماؤها حتى عادت أرضا قاحلة مدمرة. فجاء صاحبها يجري ليرى ما حل بأرضه، وما إن دخل عليها حتى انهار بالبكاء وارتمى على أرضها يرمي على نفسه التراب،
ويلطم وجهه ندما لما قال وفعل مع الله تعالى. قال تعالى واصفا ما فعل بأرضه: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولكن قضي أمر الله ونال هذا الكافر المتكبر ما يستحق، وأنجى الله تعالى الرجل المؤمن بإيمانه وحسن عمله. أما الرجل الجاحد فقد جن جنونه، يريد أن يعود لما كان عليه من المال والثراء، ولكن الله أذله وأفقره عقابا له، فعاش فقيرا مريضا ذليلا حتى نهاية حياته. وفي هذه القصة عبر رائعة لا يمكن للإنسان أن يتجاوزها. أولها أن الله تعالى هو الرزاق وهو على كل شيء قدير، فقد يدمر الإنسان وما يملك بلمح البصر، فالعاقل هو الذي يشكر الله تعالى على نعمه ويراقب الله تعالى في أفعاله كلها. نرجو أن يكون المقطع قد نال أعجابكم. متابعين الأعزاء، نود إعلامكم بأن هذه القناة ستصبح القناة الرئيسية لنا، وسننشر عليها كل مقاطعنا القادمة، فإن أردتم متابعتنا فقوموا بالاشتراك بها والضغط على زر الجرس. فتفعيل زر الجرس مهم وضروري جدا لتصلكم مقاطعنا القادمة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.